محمد سين المحرر من داعش. يعني مو بس انت اشتغلت هون، احنا اشتغلنا كمان. احكي خالد. خذ راحتك. خذ راحتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، اخلصنا من بشار اجانا داعش. الله يخرب بيت الجوز، ملخونا شقفونا. ايه ما انا عارف شو عم يصير فينا. حسبي الله ونعم الوكيل في هالامه كلها. بينا. حسبي الله ونعم الوكيل. رسالتك لداعش؟ رسالتي اتقوا الله في هالامه. حاج فوق بلانا بلا ما راح تنجح ان شاء الله خير. حاول تطلع. خلاص.